من هنا مرت ما تسمي نفسها عبثا بالمسيرة القرآنية، تدمر المساجد وتعبث فيها وصولا إلى العاصمة صنعاء. فمنذ السيطرة عليها ومضايقات المصلين الذين يؤدون صلاة التراويح خلال شهر رمضان تتزايد، حتى أصبحت كثير من المساجد خالية من المصلين، وحالات منع بالقوة لإقامة الصلاة تتكرر في أكثر من حي، ليس في العاصمة فقط بل في كل المناطق التي ما تزال تخضع لسيطرتهم. اليوم المساجد تئن إلى الله تبارك وتعالى وتشكو إلى المسلمين جميعا الحالة التي وضعت فيها. أصبحت المساجد التي كانت بالآلاف يصلي فيها، وأنا أؤكد أنها كانت بالآلاف، المصلين كانوا يصلوا في الشوارع اللي يصلوا فيها 5 6، وفي الأماكن التي يعني يصر الناس على أن يصلوا فيها صلاة التراويح يسمحون لهم أن يصلوا في مؤخرة المسجد بدون صوت بدون ميكروفونات، وكأنهم يقوموا بجريمة. المقصد من هذا هو مقصد سياسي بالدرجة الأولى، حيث أنهم يريدوا أن يمنعوا أي صلة بمن يخالفهم فكرا ومعتقدا ومنهجا. الحرب التي شنتها الميليشيا على المساجد تنوعت بين الإغلاق والاقتحام وبث الفوضى، حيث فرضت الميليشيا خطباءها ودروسها ورسمت شعاراتها الطائفية فيها. حوادث لم تمر مرور الكرام، بل وصلت حد الاشتباك بين المصلين، وصار حتى خطباء شركائهم في الانقلاب من أنصار صالح يدينون ممارسات الحوثيين. تحويل أئمة المساجد، منها تغيير الخطباء، منها مطاردة الذين يصلون صلاة التراويح، منع الميكروفونات في أداء صلاة التراويح، أيضا منها تحويل المساجد إلى سكنات عسكرية، تحويل المساجد إلى أماكن للتخزين والقات، منع حلقات القرآن الكريم وتدريس القرآن فيها. فما يقوم به الحوثة هو شكل إجرامي ما حدث للشعب اليمني منذ القدم. انتهاكات الحوثيين بحق المساجد صارت وجبة تتناولها الدراما والبرامج الموجهة، ناقلة الصورة التي لم تستطع العدسات التقاطها. لم تعد المساجد في العاصمة صنعاء عامرة بالمصلين وحفاظ كتاب الله، بل منع الحوثيون حتى إقامة صلاة التراويح. محمود الحميدي لبرنامج المشهد اليمني.